عليكم ورحمة الله وبركاته في ناصر. اليوم يوم الاثنين وصلت إلى المدرسة الحكومة الثانوية من نانغا كي أن أصرف صدقة شهر رمضان. كما ترى جينا مع الروز 100 لتر والسكر والزيتون زيت 10 لتر والسكر 10 لتر. هؤلاء بعض الطلاب أم بعض التلاميذ الذين يقرؤون في مدرستنا هذا، ويشكركم على صدقتكم ويسألوكم إلى الله كي أن يسهل أعمالكم ويدخلكم بنية صدقاتكم. يقولون ما لهم الإجازة إلا كما إلا يدعون إلى الله أن يسهلكم أعمالكم. يشكركم. وعدد هؤلاء التلاميذ الذين يصومون شهر رمضان 66 عددهم. يشكركم إلى الله ويقولون جزاكم الله خيرا وبعد الخير جنة النعيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت أولا جيت مروز 100 لتر وسكر 10 لتر والروز. هؤلاء بعض الطلاب. يشكركم شكرا كثيرا ويسألكم إلى الله أن يسهلكم. ويقولون متى وجدتم بعض الأشياء يسألكم أن تذكرهم أم لتعطيهم في مرة أخرى، لأنهم يعني يريدون عليكم بكثرة جدا، لا عندكم الإيجاز ولا عندهم منفعة إلا عليكم. شكرا لكم.